رايك يا كابتن ابراهيم؟ اه طبعا. بص يعني اولا انا مع احترامي تحياتي ليه، كابتن ابراهيم سعيد ليك يا تحياتي محمد ليك يا ابراهيم. محمد كابتن وبالتوفيق ان ابراهيم شاء الله. ازاي حضرتك؟ عامل حبيبي عامل ايه؟ ايه؟ كل سنه وانت طيب. النهارده كابتن ما اعرفش ان حضرتك موجود. لا حبيبي خالص ولا ولا يهمك، يهمك. وتحياتي ليك وربنا يوفقك. وبس انا بس يعني نصيحه من اخ اكبر ليك، يعني خد بالك ان الموضوع مختلف تماما. لو انت مش اكيد طبعا. مهيئ نفسيا ان انت بتلعب في نادي زي النادي الاهلي او نادي الزمالك، الامور مختلفه تماما. انت عليك ضغط جماهيري، ضغط اعلامي، متابع بشكل كبير جدا. وانا سامعك ان انت بتقول ان انت جالك عروض، خد بالك ان انت ممكن عن طريق النادي الاهلي يجي لك عروض احسن. بتمنى لك التوفيق. موضوع صعب لانك انت رايح في وقت الاهلي يعني في الفتره الاخيره، وانت قلت الكلام دوت في البدايه ان الاهلي كان مرر بفتره صعبه الفتره اللي فاتت، فانت هيبقى عليك ضغوط اكتر بالظبط. من في الوقت اللي انت كنت بتلعب فيه في الفتره اللي فاتت، لان ما كانش عليك ضغط اعلامي. دلوقتي هيبقى عليك ضغط اعلامي وضغط جماهيري، الجماهير منتظره منك حاجات كتيره جدا ان انت تقدمها. بتمنى لك التوفيق وان شاء الله تابعك الفتره الجايه، وان شاء الله تكون قد الثقه للجماهير ان شاء الله جماهير النادي الاهلي. يعني حبيبي يا كابتن ابراهيم، ربنا بالتوفيق يخليك يا رب، وان شاء الله اكون قد المسؤوليه يا رب، واكون عند حسن ظن الجماهير واداره النادي الاهلي ان شاء وتكون الله. خطوه للمنتخب ان شاء الله تبقى هو اساسي هو ما لسه ده السؤال اللي ان كنت شاء هقوله الله. يا كابتن ابراهيم، ان خطوه المنتخب اكيد اديتك ثقه واديتك دوافع جديده يا محمد. اكيد طبعا، اكيد اللعب جنب لعيبه زي دي بصراحه بتدي الواحد دفعه كبيره جدا. اتعلمت منهم كتير، اللعيبه كلها محترمه جدا ومتواضعه جدا، وكله بيتكلم مع كله، مفيش فرق كبير صغير، محترف مش محترف، مفيش الكلام ده خالص هناك. اي لاعب جديد بيخش بيحتووه كلهم. بص يا محمد الكلام ده جميل قوي، بس جوه الملعب الموضوع بيختلف. يعني هتلاقي فيه منافسه يقصد يعني كده. يعني الكلام اللي انت اه لا بتقوله لا ده لا كلام محترم اه وكلام جميل، ده في الاعلام، وجوه الملعب مش هتلاقي حد يعرفك. فانت اه بكلمك بجد والله، يعني ركز في شغلك والكلام الجميل دوت ده حلو قوي، بس جوه الملعب الموضوع مختلف تماما. انت هتلاقي واحد بيلعب في المركز بتاعك بيخبط فيك، ده اللي احنا كنا متعودين عليه. يعني احنا ممكن نكون اصحاب واخوات منافسة بس منافسه. فانت ما بس شاء الله انت منافسة عندك صغيرة. فرصه دلوقتي ان انت تبقى من اعمده النادي الاهلي، وتبقى من اعمده المنتخب المصري على حسب اختيارك انت وعلى حسب الطموح بتاعك انت. الكلام الجميل ده أكيد كلام حلو قوي جدا، بس جوه الملعب الجماهير مش هتسمع الكلام الحلو ده، لان في الاول والاخر هي عايزين يشوف اداء محمد جوه الملعب عامل ازاي. أكيد ربنا طبعا، أكيد يوفقك ان كل شاء الله. ده